وبعدين لو في اي سؤال تسالوه ما فيش مشكله، عشان بعد كده نبدا بشكل ثاني خالص موضوع جديد. طب احنا بدانا المره اللي فاتت في فرق سيريز وجنرال هيد، ده معناه ايه؟ ان عندي اكس يا عم انت بقى ما تجيبنيش اطلع قول له يعدي من جنبه لا لا اطلع ثلاثة كده.
شوف المصدر الثاني ده اللي هو شكل الكوزاي. كلمة بقى ايفن هارمونيك وود هارمونيك معناها ان نحصل ان بعض النتائج بعد ما بيعملها في الحته دي بتبقى فيها مثلا ايه 1 مش مظاهر وليه 3 وليه 5 ودي 1 ودي 3 وما فيهاش الباقي. لما حسبنا لقيت ايه؟ طلعت بتحتوي فقط على الحاجات اللي انا خدت عليها 10 سمينا بقى الاتش اكس دي اللي هي الفوريا اللي ناتجه بالشكل ده اسمها ايه؟ كونسيستنت اوف اونلي اوف هرمون يعني تتكون فقط من الترمات اللي ترتيبها اوض. ترتيبها اوض يعني ايه؟ ليه 1 وليه 3 وليه 5 ودي 1 ده ترتيب مش قيمه. دي كمان ما تدلش على ايه الفانكشن دي اوض فانكشن، لا مش اوض فانكشن. دي اللي نتج عن الفوريير سيريز كانت كده. طب الفانكشن بقى شكلها ايه الاساسيه اللي انتجت كده؟ لاحظوا انها بتطبق حاجه او بتحقق حاجه معينه. ايه هي؟ لو ايه؟ دكتور نعم إيه الخط الصغير مش واضح، ممكن بس يكبر شويه؟ يبقى الاف
بيت اللي هي كوريا سيريز هتبقى تتكون فقط من نيجن اللي هو بقى مين نيجن لولا والباقيين ما يبقوش موجودين. طب عايزين نشوف حاجه جنرال بقى نتكلم بوجه عام. طب الـ A2 والـ A4 والـ A6 مش انا اقدر اكتبهم في جنرال كده. A2 والـ B2 والـ B4 وهكذا دول اقدر اكتبهم كده. طب دول اللي موجودين في حاجة الـ A2 يبقوا اللي مش موجودين شكلهم ايه؟ الأوضة يعني ايه اللي انا عامل عليهم زوايا حمرا دول دول كانوا الأوضة الأوضة ترتيب 1 2 3 كده في منهم ايمن وفي منهم أوضة يبقى اللي ترتيبهم أوضة في حالة الايفن هارمونيك يكونوا مصفاش. ترتيبهم ايفن في حالة الاود هارمونيك يكونوا مصفاش. الحالة اللي فوق دي A تو N و B تو N و A لود كل دول مصفاش. الحالة اتنين الاود هارمونيك. هيبان دلوقتي لما نحل المسائل. طيب وبعدين يعني نعمل ايه؟ طب ما دام دول مسكار وهو عايز مثلا خد هارمونيك او جبنا هارمونيك اجيب الباقيين مش عارف بس اديني بسرعه مش هكتب ايه بقى في الحياه دي ولا دي ايه اللي عايز لا انا هكتب اللي فاضيين كان دول مسكار لحاله القرص احسب الـ A و N ناقص 1 والبيت وهنا ما اسواق وكذلك ماشي. طب دول هيوفروا لي حاجه قوي زي الفاكرين في ايه؟ الايفن هارمونيك سوري لما طلعت كوزاين هارمونيك والاود فانكشن لما طلعت سان هارمونيك كنا نعمل ايه؟ اتنين التكامل هنا برضه اللي موجودين دول تمسكوا من اتنين التكامل وتذكروا ان الحاجات دي كلها لها غلطان بس احنا هنستخدمها على طول. هنحل المسائل بقى على طول عشان ما نقعدش نكتب النظر ده الاول ونرجع نكتبهم تاني مره ثانيه. يبقى الوقت المعين اللي احنا خدناه هيبانوا دلوقتي لما ناخد مثال بس هنعرفهم ازاي والسؤال هيجي ازاي؟ هل انت اللي هتتكتب ان هما ايفن هارمونيك او اود هارمونيك ولا هما هيقدروا؟ وفي الحالتين السؤال شكله ايه؟ مش احنا برضه خدنا المرة اللي فاتت الايفن فانكشن والاود فانكشن. في ممكن مسألة يقول لك كويس فوق كتير جويس. قلنا ايه في الحالات دي؟ ان السيرفر اللي هو مدهولي طوله 2 تي فيرسس كام؟ وبكتب المسألة عادي وابص لها حوالين الزيرو. أشوف شكلها ايه؟ والله حققش حاجة يبقى أشتغل على نص فاليوم وأضرب في اثنين. هي ايفن يعني قط. ما حققتش يعني معناها ولا هي ايفن ولا هي قط، اشتغل على الترتيب كله واخد الكلام من راس السؤال بالشكل بتاعها. هنا نفس الكلام بالظبط. هيجيني برضه مسألة يقول لي فايند عاجب فور ياسين ويست. يبقى انا هكتب المسألة وابص بقى على الفيديو الكامل. هل جواه كل نص بالي في تكرار ولا لا؟ سواء تكرار مظبوط او تكرار عكس هنشوف هنا هناخد ازاي. لو كان كده يبقى انا هقول له ان المساله دي انا متوقعه انها هتبقى شغاله. طبعا واحد يقول لي انا ممكن في الحاله دي ما اخدش بالي واحد على طول هتطلع في المساله وخلاص. يعني هو بتيجي الفيديو الكامل ممكن تعمل زي ما عملنا هناك قلنا ممكن واحد ما ياخدش باله فيها ايفن ولا اود ويشتغل فيطول على نفسه شويه هو حب. لكن في بقى سؤال زي ما شفنا المره اللي فاتت برضه
باجي اقول لك ايه؟ اعملي المسألة دي ساين فور يسير. بس هي انا معناها في سؤالي نفسه انا طالبة ان شكل الفانكشن الاخر فور يسير تبقى على هيئة ساين فقط. يعني انا بقول لك ان ده نص بيوت وكمل لي البيوت عشان تبقى ده ده اوضه. برضه هنا ممكن اقول لك كده سؤال اقول لك بان الفانكشن دي تاتش ذات اف اس دي اللي هي فوريير سيريز كونسيست اونلي كوزاين فانكشن. انا معناها ان انا بقول لك ان انا على الصوره بتاعتي وهنا ناقص واحد بتساوي زيرو، فانت هتقسمها على هذا الاساس وتحل على هذا، لان انا مظبط الشكل. ده لما اعرف الكلر سواء ليه ده لايف ولا ده لاوض ولا ليف ان هارمونيك ولا اوض هارمونيك. خلي بالك انا هنا ما قلتش ده لا اوض هارمونيك ولا ده لايف ان هارمونيك. انا دايما في ليف ان هارمونيك والاوض هارمونيك بقول ايه؟ الفوريير سيريز كونسيستد اوف كلر. لان الفوريير سيريز اللي على هيئه كذا الداله نفسها ما اسمهاش اوض هارمونيك ولا ايفن هارمونيك. دي ركزوا معايا كويس عشان ده دايما الخطا الشائع اللي بيتعمل. اقول اوض هارمونيك يروح للهاني اوض فانكشن كده خلاص زيرو من الاول. ده موضوعين مختلفين واحنا هنحل مساله دلوقتي، بس بعد ما ناخد مثالين على النوعيه دي هحل مساله فيها الاربع طلبات اللي احنا بنقولهم، وهتشوف ان كل رسمه مختلفه تماما وكل شغل مختلف تماما عليه. في اي سؤال من مبدا المثال؟ باند ايش فوريير سيريز؟ معاكش اي نوع من الطلبات؟ اعملي دي هات فوريير سيريز. قلنا المرة اللي فاتت تفهم ايه لما يقول لي فوريير سيريز واقف ما تعرفش حاجة تانية؟ ولا تديني فانكشن؟ أفهم كده. الانتجر اللي هو مديهولي في نفس السؤال هو 2 تي، الانتجر كام؟ 2 تي اكس. أكبر حاجة أكبر نقطة أشرح منها أكبر نقطة عشان دي بتساوي 2 بار. دي يعني بتعملها في الشغل طبعا. طب امال ال 2 بار هنعمل فيها ايه؟ هنقفل. دي البيت بتاعتي اللي انا هقسمها. حاول تاني تكالي دي لاخر مره.
ولا في حاجه كده سمعتها في الاخر بس مش فاكره كام. اللي ما كتبش ايه؟ طب ما هي لذيذة ازاي؟ انت مش الشغل بتاعك تشتغل تعرف فيه كام وتشتغل عليه؟ كل الشغل ده اشتغال. ده أول حاجة احنا قلناها، أول خطوة نعملها خالص قبل ما نبدأ. نعرف البيت بتاعي قد إيه؟ وهو ده بيتك ولا مش بيتك؟ وده حسب السؤال بتاعك. ده اللي أنا هقوله تاني، وخلي بالك. اسبان أو فاين أو رمزيت أو أي حاجة. كل يا سيدي مشكلة خالص في وسط الشروع ده معنى كده الليفل اللي انا مديهولك في المسألة راس السؤال بيساوي 2 كيلو. يبقى ده أول حاجة تعملها عشان ما تغلطش. وبعدين تجيب لنا كده مقدما عشان الاستفادة. ممكن ارسم الأول لو مش عندي مشكلة وهترجع تشوف الشرطة. بس الرسم دايما بتيجي حسب انت ما فهمت السؤال بيقول ايه. يعني انا دلوقتي خلاص عرفت ان ده بيت كام؟ جبته من هناك. اقرر البيت بكام ده؟ هي طبعا باينه قوي. الدنيا دلوقتي واضحه ان كل نص بيت يعني كل باي بدا قررت نفسها. لكن احنا اتفقنا دايما ما نقولش استفاضه الا لما نعمل التكرار. ليه؟ عشان الداله لو كان ايفن او اوف بتبان بعد وهي حوالين الزيرو. هتسمعوا هنا. وما لهمش داخلين في بعض زي ما اتفقنا. نعم عايز اقول وانا هنا عندي خط مستقيم ولا هذا الخط اسمه واحد يساوي زيرو سكس؟ يعني اقل واي يساوي اكس اكس يساوي زيرو بس ولا اقل اكس من زيرو باي؟ انا عندي نقطه يا ابني، النقطه دي زيرو، يعني خلي بالك في بس غلط غلط يعني من اللي انا بشوفه في الورق. هو بيقول لي واي يساوي زيرو، ده معناه خط مستقيم اسمه خط كده، مش ده قصدك؟ نقطة بس. الـ x بتساوي 0 و y بتساوي 0. الـ x بتساوي 0 و y بتساوي 0. يبقى أنت كده بتطلع إحداث النقطة. بس النقطة الآية دي. وبعدين في نقطة تانية لأن الحتة دي لازم نقطة نقطة. يعني المسافة بشكل بدل بشكل. خلاص كده؟ يعني هي المشكلة يا جماعة إن لو رسمنا غلط أحيانا المسألة بتبوظ كلها. واحيانا يعني بيبقى نمرة الرسم بس اللي باظت وانت ما مش هتاخد اي معلومات من على الرسم وهتشتغل كله من راس السؤال. فدي برضه النصيحه الثانيه ان لو واحد ما عرفش يرسم عندك زي ما قلت لكم الاربع خطوط دول هما اللي احنا بنشتغل بيهم وده اللي معلقه عندك راس السؤال وتحب الرسم عندك خلاص. الكلام ده اللي مش عارف يرسم. لكن تعالوا بقى نشوف دلوقتي احنا هنوفر شغل قد ايه. انا لما رسمت كده وبصيت لقيت الزاويه بتتكرر كل نص متر يبقى كان دي متحققه فيها اكس اكس باي تساوي اكس فور اول جميع كامل. طبعا تكتب بالشرط ده وما تكتبوش مش مشكله. لكن المفروض تكتب ايه بقى اللي انت استفدته من هنا؟ ان اكس 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 اعمل ايه يعني اشتغل؟ يبقى هي الاكس اللي هي فوريير سيريز تتكون فقط من الايفن هارمونيك. طيب هقول تاني. مش انا عملت هو
واحد يقول لي ليه اتنين؟
برهان بدل ما اكتب على كل الفاليوز هكتب على نص فاليوز بس. هل هي ايفن هارمونيك؟ هل هي اوتر؟
ادي الاربع انواع اللي عندي. انا هنا استنتجت بعد ما رسمت الرسمه انها ايفن هارموني. طيب هعمل ايه بعد ما استنتجت الكلام ده؟ هكتب اول حاجه دول الصاد اللي ترتيبهم قط. طب هجيب ازاي اللي ترتيبهم ايفن بقى؟ هكتب الاول الناتج بتاعي عشان لو مركز التكاملات والحاجات دي زي ما اتفقنا قبل كده. ومركز هنا انا كتبت ايه؟ الـ2M هنا والـ2M جوه. يعني ما لقيش واحد كاتب لي 2N بره خد باله والـM بس جوه. كده هيلخبط الفيديو. لأن الـM دي شبه بعض. يعني الـM هنا زي الـM اللي جوه الكوزاي. والـM اللي عند الـBN هي الـM اللي جوه الصدر. ناخد أسماء 2N خلاص كده. تعالوا بقى نشوف واحدة واحدة من التكاملات شكلها ايه. ايه نوع؟ ما دام هي نوع سواء يمكن اخدناه المرة اللي فاتت كنا بنعمل ضعف التكامل، هنا برضه هيبقى ضعف التكامل وهنشتغل على نص منه. ايه نوع؟ ايه والبي زي ما احنا قلنا بتقول هنا جوه الكوزاين تو ان. وزي كذلك في الصدر. نعم. تاني ارجع للصدر اللي انا كنت عامل عليها وليه دوائر. انا مش كنت بعمل ايه؟ بعوض عن ان واحد وان اثنين وان ثلاثه واحد. لما يكون ان واحد ايه واحد بزيرو يبقى في كوزاين واحد ايه؟ خلاص مش موجود. يبقى كل اللي هيقابلني مين؟ كوزاين 2 كوزاين 3 4 اكس وهكذا. يبقى لازم 2 جوه الكوزاين عشان معامل الكوزاين الثانيه هي اللي بزيرو. ايه واحد هي اللي بزيرو، ايه ثلاثه هي اللي بزيرو. فلما تزرق اي حاجه مش هتبقى موجوده. نعم. لا السؤال اللي احنا حاطينها دي تاني لو ما فهمتش دلوقتي الفرق بين الحاجتين دول كل المسائل هتسقط في بعضها. انا ليه فكيت اول حاجه عملتها في المحاضره؟ ليه فكيت كتير وعارفه فكها ايه واحد كوزاين واحد اكس ايه تو كوزاين اتنين اكس وهكذا. رجعت قلت ايه بقى؟ في شويه منهم مصفار وفي شويه موجودين. الغالي اللي بيتكلم لما دي اخر مره هقول الفرق في الكلام. لما لاحظت ايه؟ الـ A1 اللي موجوده والـ A3 والـ B1 والـ B3 وهكذا كل القط معناه ايه؟ ان كل قيمه مصفار. طب اكتبهم ازاي بقى؟ لازم تلاقي نفس الـ A1 هتبقى الـ N اللي جوه الـ B1، الـ 3 هتبقى الـ N اللي جوه الـ 3. طب اكتبهم جنرال ازاي؟ الـ 3 و الـ 1 والكلام ده معناها قطر، يعني الـ N اللي مجموعة. طب لو كانت اللي موجودين الـ A بس، الـ A2 والـ B2 والـ A4 والـ B4 وهكذا، يبقى برضه دي الـ N اللي جوه الـ B2 و4 و6 وهكذا. هكتبهم برضه ان جنرال ازاي؟ اقول اثنين ايه واخلي ايه من واحد عشان هي بزيرو. طب امال هي اعتراضها.
تاني. واحد ما خدش باله من اي حاجه من اللي احنا بنقولها دي وحلها مساله كل العالم. ايه اللي هيحصل؟ علشان اقول لكم ايه اللي وفرناه يعني. دلوقتي عشان انا اشتغل مساله شعبيه خالص. همسك المساله دي وحلها كمبيوتر. اجي اكتب لينو مش هكتب توين ولا اي حاجه هكتبهم كده في المنظر. لما اجي اكتب بقى من 9 او من 0 to 10 هكتب ايه من هنا على الشغل بتاعي؟ من 0 to 10 تكامل اكس زد ده اول واحده وانا بكتب لينو. من باي ل 2 باي اكس ناقص باي وهيبقى عندي تكاملين لينو. وعندي تكاملين في ايه ال وعندي تكاملين في دي ال. بعد بقى وانت بتحسب هيطلع لك شكل التكامل في الكود اللي انا قلت لك عليه ده اللي هو دايما واحد فيهم هيطلع بصفار وواحد مش بصفار. يعني بالترتيب مره فيهم ومره زيرو مره فيهم ومره زيرو لو عوضت عليه بواحد 2 3 مع بعض. كويس كده؟ بس انت حسبت كام تكامل؟ 6. انت بقى لو خدت بالك انها ايه من هرمونيا ايه اللي هتكتبه هنا؟ الايروتا من 0 to 10 اللي هي ايه بقى؟ ركز معايا يا عمر. 2 على 5 من 0 to 5 اكس جيت. الايروتا حسبت لي تكامل واحد. الاي تو ان 2 على 5 من 0 to 5 اكس وزاي 2 ان اكس عشان باي على باي دي فبرضه ايه كتبت تكامل واحد والبي ان كذلك كتبت تكامل واحد. يبقى اذا انت كده لما عرفت الصفه دي وفرت 3 تكاملات يبقى تستاهل معرفه ولا نشتغل على الميدان دي؟ يا ناس حرين انا قلت ايه قبل كده؟ قلت ان من اول مره خالص خدنا كله قلت لك هم الاربع كونستور دول اللي احنا بنشتغل عليهم بس مش كل المسائل عشان بس بقى خد بالك. تعالى بقى خلاص المسائل دي خدت حقها وزياده هتكمل انت التكاملات. تعالى بقى نحل المساله الجايه ونشوف الطريقه دي مش هتنفع. لما انا اطلب اف اكس فوريا سيريز واي قلت لك تحل الطريقه اللي تعجبك وما اكتشفت اي حاجه انت حر ما اكتشفتش وعايز تشتغل عليها من الاول للاخر هتطلع معاك بس هتطول شويه مش مشكله. خلاص؟ نعم. النص الثاني يعني؟ اه بما انك انت سؤال وخد بالك انا بقوله صح ولا لا يعني فهمته منك صح ولا لا. بيقول انا يحصل من 0 to 5 اللي هي ايه؟ هو يعني عايز يختار من 5 to 5 كده وياخد الفانكشن دي ما عنديش مشكله بس ما لاقيش واحد اكس معوض بدي. ما هو ده بشوف العكس. نعم؟ لو خدت الاثنين معناها تعمل تكاملين، معناها ان انت ما خدتش بالك خالص ان في ايه؟ ايفن هارمونيك ولا لا؟ لان انا قلته لو انت اشتغلت على الاربع كنتور. هنا هتاخد واحد بس عشان القانون بيقول كده. ان هو انت الحكايه دي ما تتمناش النظري عشان انا قلت امثله في امثله مش عايزين نعيد الوقت. كنا المناقشات كلها نعملها في النظري مره ولكن عملناها في المثال وبرضه مش داخل. ها ده اللي ايه بالهرمونيك من غير ما تكتب؟ المفروض هنا بيقول لك لو انت عوضت الاكس زودت عليها باي اكس ناقص باي زي باي ايه اللي هيحصل؟ Thank you.
المثال اللي بعده. ها المثال الثاني. المثال الثالث الأولانية اهي. هزود على الثانية، مش عايز أشوف دي مكررة بقيت ولا لأ. هزود على دي بعض، استنى عليا دي تعالي. وبعدين اللي يهمني مين يا جماعة؟ واز. مش أنا قلت لك عملت يعني. يعني أنت كل ما بتزود بار عدد من البار، يعني هنا 2 في الأول عشان تزيد الواز. أنا ممكن أعمل الكلام ده أعملها 2 يعني أي عدد من البيت كامل أزود 2 بيت، أزود 4 بيت، أزود 5 بيت. ركزوا بقى معايا عشان السؤال ده مختلف تماما، وما تكونش فاهم اللي احنا قلناه عن المثال الفاهم. فاهم ولا مش فاهم هتقدر تلاقي حل حلو بالله. دي هتطول معاك شويه لكن هتوصل المثال. لكن بقى هنا ده المثال بص بقى معايا هنا هنعمل ايه؟ طيب وبعدين افهم ايه بقى من
البرده. البرده اللي هو بيقول ده نص برده. دي تساوي واحد زيرو تساوي واحد. بقول ايه؟ تساوي اتنين. طيب اعمل ايه بقى؟ انا دلوقتي هنزل بشرط تكون اظهر منه. طيب هو ايه اللي بيقول الاول؟ هو بيقول لي بتساوي ايه؟ نديله واحد. يعني ايه حاجه تنفع فيه؟ يعني ممكن بعض المسائل
الوضع الرولك وايد المكان ايد الفاكشن. اول الرولك وورد يعني تاخد حاجتين. طب ايه فايدة الدور؟ هنشوف دلوقتي بس دي مفاعل ما فيهاش حاجات. لكن احنا بنقول دلوقتي دي اول هارمونيك. قلنا ان الدور بصفار. يعني ايه بقى الاسماء ايه؟ ده انا جاي نقول بزيرو ده مفيش. ايه؟ وهم واحد. ده شوف بقى معايا وزاري. وهم مفيش ده شو اللي مفيش اللي هنا دي؟ زيها من جوه الفوزاي. واحد يقول لي طب انا ممكن انزل ايه سؤال زي الواحد ما هو القط دي معناها ايه؟ لان توين ناقص واحد توين زائد واحد معناها جوه. لا ما اقدرش توين زائد واحد ليه؟ عشان انا عايز افرق اثنين بيا ون. لو انا عوضت دلوقتي على ان بواحد معوض هنا على ان بواحد ايه اللي هيحصل؟ ايه شوف واحد اثنين ناقص واحد بواحد. لكن لو هي بتفرق واحد بقى ثلاثه بقى واحد ضعف ممكن احيانا الشغل بتاعي عايز افتش من ايه من اتوين زائد واحد ما عنديش مشكله بس تعمل ايه؟ تركز على السيجما هتديها بقى للزيرو في الحاله دي. انا بيعمل ايه في الاخر تبقى فاهم؟ ان انا عارف اي 1 واي 3 وبي 1 وبي 3 حكم ان تعجبك ده تفكير بشرط تبتدي باي 1 واي 3 واي 5 خلاص كده؟ يبقى لو عملتها وين زي واحد تبقى ليه زيرو. لكن عشان نريح دماغنا لان احنا دايما كل فوريا بتحل ناجي من واحد اعملها على طول وين ناجي واحد. فتعالوا بقى نحسب ايه وين ناجي واحد؟ اثنين على دي خلي بالك كل اللي فيهم طلبات ضعف التكامل. يبقى اهم نقطة نركز عليها ان شكل ال هنا هي اللي جوه الكوزارة. أي سؤال؟ أتعود بقى نعم. أنا مش فاهمة سؤالك. فاهم كلمة مالها وما تجينا خالص. Okay.
Thank you.
ولا لا؟ لو ليها فكره هتستفيد منها، ملهاش خلاص هتشتغل في جوه الطلاب. بص بقى مديني شكل رسمه فين؟ ثلاثة ونتيجة
بعدين خليه يشتغل هو لو قال صح كويس، قال غلط برضه هو مستفيد. هو غلط ليه؟ ايه يا ابني؟ عايز تتعلم. ايش طب ايه؟ سمعتها كده ولا حاجة يعني؟ كويس. يعني مش عارفة إن أنا حاسة إن أنت كويس، بس هنشرح. القانون خلي بالك، القانون هنا يعني من 0 ل 10. بس حطيت من 0 ل 3. للأسف بقى ما جبت المسألة دي مرة. اكس ناقص 6 اللي هي معطاها المسألة. أنت عارف موسى عليك بقى. أنا ليه كتبتها في اللي هو عشان راجل كده كتبت في الكتاب. اكس ناقص 6 هي المعادلة دي من 3 ل 9. لكن اللي انت كتبته انا ممكن اصلا انا كان ممكن اكتب حاجه انا كتبت كده بس بيت اهو قلت ليه اسمها ستة 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 قلت ليه اسمها ستة ما هي نص بيت لكن بدل كتبت من زيرو لتلاتة الخط ده بدل موازي للخط ده كان هنا 2x ناقص 6 ده دي 2x لان ده اللي معناها x بالمعادل بتاعها اللي هو اللي قاله كلام مظبوط بس انا حاسه مش مقتنع بيه قوي يبقى هنا حاسه بدل 0 و 3 خدت المعادله اللي هي بتاعت الخط اللي من 0 و 3 هو صحيح الدرجه بتكرر نفسها ده كويس برضه السؤال اللي كان في قلبه واحدة باي اكس ناقص باي فيعني شكل المعادلة دايما هيكون مختلف حسب مكانها. طيب تعالوا ايه مش طيب. ان باي اكس على 3 طبعا دي معادلة معادلة عادية تشتغلها لازم. اي سؤال؟ يعني كنت عايز اديكم مسألة تانية في الوقت ده هقول لكم سيكشن بيحاول يعمل لكم مسألة من اللي فيها لا مسألة واحدة بس فيها كل الأفكار. يلا بقى زي الأخر